بتاع الكتاب واضح قدامكم يا شباب؟ ايوه يا لسه دكتور، شايف الكفر؟ اوكي. اه شايفين. ان شاء الله النهارده، ان شاء الله النهارده هنحاول ان احنا تو كفر الشابتر بتاع السمبل انترست. كمان هتكلم ان شاء الله هوبفولي على جزء في الكومباوند، ايفن ثو حتى لو الانترودكشن بتاعته بس، اعتقد ان ده هيبقى جميل جدا. لاحظ ان احنا الكورس بتاعنا في الفاينل اكزام، وده انا قلته كتير بس انا عايز اعيده عشان يبقى ريكوردد معاك. الكورس بتاعنا بيتكون من two main parts. part الأولاني اتكلم فيه على الجبرا وcollecting a background from the previous from your previous studies in mathematics. موجود فيه chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. we spoke a lot about them. بعدين لما اجي اتكلم على chapter او part number 2 اللي هو فيه الجزء بتاع الماثماتيكال موديلنج والفاينانشال ماثماتكس، احنا خدنا شابتر 1 بيتكلم على ماثماتيكال موديلنج، بدانا تو ستارت شابتر 2 اللي هو السمبل انترست، النهارده ان شاء الله بنقفله، وانا هخش على طول على الكومباوند انترست ات ذا تايم بينج، وهتكلم على سواء اذا كانت وان بيمنت او مالتيبل بيمنتس. تابعني من فضلك. اول ما ابدا اتكلم على شابتر 2، ريممبر ارجوك افتكر كويس ان شابتر 2 ده احنا اتكلمنا فيه ان ده شكل الكاش فلو، ده اتكلمنا فيه في البريفيوس ليكتشر، وان انا عندي بريزنت فاليو وان انا عندي فيوتشر فاليو، وان الفيوتشر فاليو علشان اقدر احصل عليها بجيب البريزنت فاليو، ولازم يبقى فيه هنا انترست ريت، معدل فايده. الانترست ريت اتس ا برسنتج فروم فروم ذا مين amount أو from the principal with respect to a period of time. يبقى أنا عندي value with respect to a period of time. وال T ده الـ time of investment. لو أنا بتكلم على الـ interest، الـ interest بيساوي P times R times T. تاني الـ I بيساوي P times R times T. وهو عبارة عن الـ future value minus الـ present value. يبقى once more I بيساوي P R T اللي هو الـ future value minus الـ present value. الاس ده الفيوتشر فاليو، وبيتعمل او بيساوي بي افتح براكت 1 بلس ار تايمز تي. يبقى انا علشان اجيب الفيوتشر فاليو ده القانون اللي انا بستخدمه. برضو انت فاهم ان الفيوتشر فاليو بتساوي البريزنت فاليو بلس الانترست بلس الفايده، الفايده اللي احنا حسبناها فوق. كمان خلي بالك ان الاي انا ممكن احسبه عن طريق differences between the future and the present value in a similar manner، بنفس الاسلوب بالظبط ومن نفس القانون الأساسي بتاع الفيوتشر. لو أنا حبيت أجيب الـ P بقول S divided by 1 plus R times T. ممكن الفورم دي أكتبها بالشكل ده، يبقى S افتح bracket 1 plus R T to the power of negative 1. خلي بالك تاني إن الـ present بيساوي الـ future value minus الـ interest. مجموعة القوانين دول أرجوك ما تحفظهمش، بس احفظ على الاقل او ريممبر على واحد اقل وتكتبه كتير، على الاقل ان اس بيساوي بي في 1 بلس ار في تي. لو انت بصيت على القانون اللي انا بشاور عليه ده اللي هو اس بيساوي بي تايمز 1 بلس ار تايمز تي، هتلاحظ ان انت عندك هنا فور مين فاريبلز، عندك اربع متغيرات اساسيه، الاس اللي هي الفيوتشر فاليو، البي اللي هي البريزنت، الـ R اللي هو الـ Interest Rate، الـ T اللي هو الزمن. A B كده هدي لك ثلاثة ونزل واحد، لأن دي one equation. طالما هي one equation يبقى أنت لازم يبقى عندك one unknown. مجموعة المسائل اللي احنا شفناها المرة اللي فاتت يا شباب، كنت بحاول أدربك الأول إنك توجد الـ Future Value، بعد كده بدأت أنزل لك واحد من المتغيرات دول وأدي لك الثلاثة التانيين. فاحكم تفكيرك طبعا كلامي مش خاص بالماثماتكس بس in general، أما يبقى عندي equation فيها number of variables، الـ one equation تعمل one unknown، الـ one equation تحل one unknown. فانا علشان اقدر احل equation وهي فيها اربعة variables لازم يبقى عندي ثلاثة اجيب الرابع. whatever بقى، هتلاقي في مسائل انا مديك الـ S والـ B والـ R وعايز الـ T، مسائل مدي لك الـ T والـ R والـ B وعايز الـ S، مسائل مدي لك P R T وعايز الـ S، مسائل مدي لك الـ S والـ R والـ T وعايز الـ P، مسائل مدي لك كل شيء وعايز الـ I. فالنقطة دي مهمة قوي، انزل معايا كده هبدأ أكمل المسائل اللي احنا وقفنا عندها المرة اللي فاتت. المسألة دي ظريفة قوي، خلي بالك وأنا بقراها وبكتبها وبدور على مين اللي ناقص فيها.
هنا بيقول لك في واحد اسمه جون نيكولاس want to get his 10 years son an amount of money of 45,000. في واحد اسمه جون وعايز يجمع 45,000 for his university scholarship علشان scholarship بتاعته. After how many years he would get this quantity of money. أنا بسألك بعد كم سنة يقدر يجيب ده. نعيد تاني الكلام. جون نيكولاس ده عايز ابنه اللي عنده 10 سنين عايز يجمع له مبلغ 45,000. ليه؟ علشان his university scholarship بيفكر له من دلوقتي. فبيقول إيه؟ after how many years he would get yes this quantity of money if he has only 10,000. بيقول لك and the bank interest is 3% per quarter. أنا مدي لك present value 10,000 future value 45,000 مدي لك الانترست ريت. بس اللعبة الجديدة اللي احنا مش ما شفناهاش المرة اللي فاتت ان انا مدي لك الانترست ريت هنا خلي بالك 3% بير كوارتل. اللي احنا شفناه في المسائل اللي فاتت كان الانترست ريت كان بير انيوم. انا اقدر اغير معدل الفايدة مش شرط انه يبقى بير السنة ممكن يبقى بير مانس ممكن يبقى بير كوارتل ممكن يبقى كل 6 شهور او سيمي انيوال واتيفر. انا هنا مديهولك بير كوارتل. لاحظ انا هكون المسألة ازاي. كل مسألة خلاص وانت ما عندكش معلومات جديدة بس هي كل مسألة بتغذي حركة معينة بتوريك طريق معين بتوريك فكرة محددة. فيبقى اذا انا هنا عندي 45,000 البي بتساوي 10,000 افتح براكت 1 بلس الانترست ريت 3 اوفر 100. لو انا كتبت تايمز تي لو انا كتبت 3 اوفر 100 تايمز تي اللي انا كتبته ده معناه ان تي دي بالكوارتلز. طالما انا ما عملتش تشينج انهم يبقى باليرز يبقى اوتوماتيك التايم او النمبر اوف كونفرجن بيريودز هتبقى ريليتيف للانترست ريت. طبعا الحركه اللي بعديها خلاص انا قسمت التو سايدز على 10,000 بقى عندي 1 بلس 0.03 اللي هو 3 اوفر 100 تي الكلام ده بيساوي 4.5 اللي هي الريزلت بتاع ديفايدنج 45,000 اوفر 10,000 still moving one from left hand side to the right hand side so we'll end up having 0.03 t بيساوي 3.5. that's in t بيساوي 3.5 divided by 0.03 يوم يديني 116.667 quartals. شايف انا اللي بكتب كلمة quartals دي كتبتها لي لان الانترست ريت انا مديهولك percentage بير quarter. يبقى طالما التي انا ما غيرتش فيها يبقى هتطلع بالكوارتلز. ما اقدرش اقول للحد انت هتاخد الفلوس دي بعد 116 كوارتل يعني بعد 116 ربع سنة مش هيفهمني. يبقى انا عندي مهمة ان انا احول الكوارتلز انهم يبقوا ييرز. الكوارتل بص انا دايما بحب اضرب المثل ده قوي. انا بنظر للسنة اكنها رغيف عيش اكنها زي رغيف العيش البلدي كده او زي بيتزاية. لما اقول البيتزاية الواحدة يعني سنة. لو انا مسكت بيتزا ورحت مقطعها 4 كوارتلز 4 تربع يبقى انا عارف دلوقتي ان السنة فيها 4 تربع. يبقى علشان احول النمبر اوف كوارتلز ليرز لازم اقسم الصغير على 4 لان الكورتر اقل من الواحد اقل من البيتزاية كاملة اقل من السنة كاملة. يبقى 116.66 it has to be divided by 4 عشان احولها ليرز. يبقى الراجل ده هيخلي ال 10,000 دولار يبقوا 45,000 دولار خلال 29 سنه وشويه قصور يعني ايام واشهر وخلافه. ده اللي المساله بتحاول من لي انها لا اللي بتحاول من لي انها توضحه لك ازاي اقدر احول الكوارتلز لسنين. هعيد تاني النقطة دي غاية في الأهمية. معلش أنا مش هخش في دبيت مع حد دلوقتي أو أقعد يعني أصفصط الأمور. كلامي واضح جدا. شباب خلي بالك السنة الواحدة فيها 12 شهر. ركز قوي في كلامي. وده أنا قلته المحاضرة اللي فاتت بس مش هرجع له. أنا هرجع عليه بسرعة. السنة فيها 12 شهر. خلي بالك. السنة فيها 4 كوارتلز. السنة فيها 2 سيمي انيوال يعني 2.5 سنة.
طيب لو انا مسكت الكوارتل الواحد، الربع سنة الواحد، يا ترى كام شهر؟ الربع سنة الواحد 3 شهور. طب نص السنة الواحد يبقى كام شهر؟ نص السنة الواحد 6 شهور، وهكذا. في قاعدة اوعى تنساها، لو انا بحول من الكبير للصغير بضرب، بعمل multiplication. لو انا بحول من الصغير للكبير بعمل division. يعني if you like to change the time periods from months to years، لو انت عايز تحول من اشهر لسنين، you will have to divide by 12 months. لو انا عايز احول من years to months، I will have to multiply times 12. تاني نفس الكلام، لو انا عندي year وبحوله لquartals هضرب. لو بعمل quartals وعايز احولها ليرز، we will do division، هنقسم، وهكذا. لذلك هنا لو خدت بالك، انا لما جبت التايم اوتوماتيك التايم، طالما انت ما قلتش تي ديفايدد باي 4، يعني حولت الزمن انه يبقى بالسنين، هيطلع لك على طول التايم ريلاتيف للانترست ريت. الانترست ريت ده بير كوارتل، يبقى على طول التايم هيطلع بالكوارتل. على فكره لو كنت قايلك 3% بير مانس، كان التايم ده هيطلع بالمانسز. لو قلت لك 3% بير سيمي انيوال وما لعبتش في التايم، هيطلع لك التايم بيريودز ان سيمي انيوالز، وانت اللي ترجع تحولها انها تبقى ييرز. لما حول من الصغير للكبير اعمل ديفيجن، لما بحول من الكبير للصغير بعمل ملتيبليكيشن. اتخيل ان النقطه دي واضحه تماما. تابعني، انزل على الجزء اللي بعديه. الجزء ده مهم قوي، وانا هتكلم فيه على البيريوديكال بيمنتس ان سمبل انترست، والتوبيك ده غايه في الاهميه، لان الجزء ده بيدي لك ازاي اقدر احسب انستولمنتس او 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 مجموعه من الايكوال بيمنتس. الايكوال بيمنتس دي موضوع مهم قوي، لأن أنت دلوقتي لو بتقسط شيء هتعمل equal payments، لو بتحوش ودخلك ثابت وعندك فائض هتستخدم equal payments، وهكذا. يبقى أنا لو شاري عربية أو عندي دين وبسده للبنك أو بسده لشركة ما، لازم بعمل العملية دي through fixed amounts of money، خلال مجموعة من الدفعات الثابتة اللي هي ثابتة. اللي بالك كلمة equal payments دي مهمة قوي، لأن equal payments، كلمة equal payments دي معناها معنيين مهمين جدا، إنها equal in magnitude and equal in period of time. يبقى أنا مثلا إيه، هسد دينا ما، قرضا ما، عن طريق إني أدفع 1000 جنيه في السنة، 1000 جنيه كل شهر، 10,000 جنيه كل 3 شهور، 500,000 جنيه كل 6 شهور، وهكذا. يبقى إذن لما بتكلم على equal payment، كلمة equal it means it is equal in magnitude and equal in the period of time. ده معنى كلمة equal. كل الجملة دي مهمة أوي. الانترست بتاع equal payments بيساوي n over 2، يعني عدد الدفعات على 2، افتح bracket i1 plus in. I'm sorry، دي مش 2، دي n. أمال مين هي i1؟ i1 ده الانترست بتاع الفيرست equal payment. طيب هو مين in؟ الانترست بتاع last payment. يبقى تاني، لو أنا عايز أحسب الانترست for a sum of equal payments، for مجموعة من الـ equal payments، بستخدم القانون ده زي ما هتشوف كمان دي ظاهر، n over 2 افتح bracket i1 زائد in. i1 ده الانترست بتاع الـ first payment paid، الـ in ده الانترست بتاع الـ last payment paid. لو انت واخد بالك، هو كأني بحصل على average، يعني بقول الانترست بتاع اول دفعة زائد الانترست بتاع اخر دفعة، بجمعهم على بعض واقسم على 2 واضرب في عدد الدفعات، يبقى انا جبت متوسط الفايدة اللي عادت عليا نتيجة ايداع الفلوس دي في البنك او في حساب، او دي الفوائد بتاعت قرضا ما،
الكلام ده لو عايز احسب الفيوتشر فاليو زي ما احنا تعودنا، الفيوتشر بيساوي البريزنت زائد الانترست. القانون الاولاني ده بيدي لك الانترست كده، يبقى الفيوتشر فاليو بيساوي عدد الدفعات اللي انت دفعتها زائد الفوائد بتاعه مجموعه الدفعات دي. خلينا نشوفها على مسألة الأول وبعد كده هسأل إذا كان عندك استفسار. انزل معايا كده، بيقول لك جون wants to accumulate a sum of money through his savings، عايز يجمع مبلغ محترم عن طريق اللي هو بيوفره. He succeeded، نجح in making 9 equal payments of 10,000، نجح إنه يعمل مجموعة أو دفعات متساوية عددها 9 كل واحدة فيهم 10,000 along 9 years، خلال 9 سنوات. يعني معناه أنه بيدفع دفعة ب10,000 كل سنة. بيقول in a bank that pays 10% per year، البنك بيدفع 10% في السنة. evaluate the maturity value at the end of the 9 years، عايز أعرف هيبقى معاه كام في حسابه في نهاية التسع سنين دول أو في نهاية البيريود بتاعته. نعيد تاني، أنا كده قريتها أول مرة، لازم أعيد تاني أقراها كمان مرة. نعيد تاني، الراجل ده عايز يجمع مبلغ، هو نجح في أنه يعمل مجموعة من الدفعات بمقدار 10,000 في بداية كل سنة. بداية كل سنة يروح داخل حاطط العشر بواكي، السنة تعدي نفس المكان الوقت يروح رايح حاطط 10,000 جنيه، بيقفل حسابه السنوي ويحط القيمة دي وهكذا. مشي على الأسلوب ده لمدة 9 سنين، احنا عايزين نعرف في حسابه المصرفي كام في آخر التسع سنين. عشان أقدر أعمل ده لاحظ إن الدفعات دي equal in period and in magnitude، كلهم بيساوي 10,000. القانون مش بيحسب إلا equal payments، يبقى إذن يعني متساويين في العدد وفي الفترة اللي بتتحط فيها. شو بقى هعمل إيه؟ أول حاجة إيه أصل المبالغ اللي حطها الراجل ده؟ 9 × 10,000 جنيه، ده من غير فوائد. لذلك هتلاقي القانون بيقول إيه؟ N times B، هو عمل 9 payments، يبقى إذن ده معناها إن أنا عندي 9 times 10,000 هيبقى عنده 90,000، ده مبدئيا لأن ده أصل المبلغ، زائد 10,000 I'm sorry زائد 9 over 2 لأن هم عددهم 9 دفعات قاسم على 2. بعدين هاخد أول payment اللي هي 10,000. ال 10,000 دي قعدت in his bank account 9 years، يبقى يتحسب لها الفايدة 10,000 times 10 over 100 يعني PRT times the time ال 9 years على طول. طبعا لاحظ ان انا ما لعبتش في التي لان هنا الزمن باليرز والانترست ريت باليير، لازم الزمن يبقى زي الانترست ريت. الكلام ده بلس اخر بيمنت، اخر بيمنت يبقى انا جبت الانترست بتاع اول بيمنت وهجيب الانترست بتاع الناينث بيمنت الدفعه التاسعه. الدفعه التاسعه دي مش هتقعد الا سنه واحده، يبقى 10000 تايمز 10 اوفر 100 تايمز 1 اللي هو سنه. لما تحسب الفاليو دي 10,000 مضروبة في 10 over 100 بعدين تجمع عليها 10,000 في 1 over 100 وتطلع الفاليو دي بعدين تضربها في 9 وتقسم على 2 هيطلع لك 45,000. يبقى أنا حسبت الانترست زائد الأصل اللي هو 90,000 يبقى مجمل اللي في الأكاونت 135,000، يبقى إذن معاه 135,000. 90,000 حطهم إيداع مباشر و 45,000 فوائد خلال فترة التسع سنين، يبقى إجمالي اللي هيبقى معاه 135,000. شباب مطرح ما نواقف كده في الجزء الخاص بالإيكوال بيمنتس، لو حد له استفسار أحب أسمعه بسرعة. والإيكوال بيمنت إن ما رح تدن العيوم تاني ايه الايكوال بايمنتس حضرتك قلت عليهم ملاحظتين ممكن تعيدهم تاني؟ بايمنتس ايوه. بصي الايكوال بايمنتس معناها ايكوال ان ماجنيتيود وايكوال ان بيريودز ان تايم بيريودز. يعني ايه؟ يعني متساويين في المقدار ومتساويين في فتره الايداع.
يعني مثلا يا بسمة، أنا بحط 5000 كل سنة، 5000 كل شهر، 20,000 كل 6 شهور. شايفة معنى الكلام؟ يعني إيه، يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا مثبت الأماونت أوف ماني اللي أنا بعمل لها ديبوزيتنج، ومثبت البيريود اللي أنا هدفع عليها. أنا بدفع 1000 جنيه كل شهر، شايفة كلمة كل شهر، يبقى 1000 شهر، 1000 1000 1000، السبيسز بتوينهم ثابتة معايا. بسمة ايوه دكتور تمام. يعني لو أنا بدفع شهر 1000 وشهر 1500 وشهر 1200، القانون ما يشتغلش. لو بدفع 1000 والشهر اللي بعديه بقى شهر وأسبوع دفعت 1000، الشهر اللي بعديه دفعت 1000، بعديها بشهر دفعت 1000، بعديها بشهرين دفعت 1000، ما يشتغلش القانون. المقصود بالإيكوال بيمنت إنها إيكوال إن ماجنتيود أند بيريود أوف تايم. فاهماني؟ يعني لازم تشوفي كده تمام يا دكتور. 10,000 بير يير، لازم تسمعي كلمة بير يير، يعني لازم تبقى فترة مبلغ لكل فترة أو لزمن محدد. ماشي الحال؟ تمام يا تمام؟ دكتور. تمام. إيه كمان يا شباب؟ وده سؤال كويس. ها؟ دكتور كله تمام؟ اتفضل. هو ليه احنا بنقسم على بسرعة يعني. إيه؟ ليه بنقسم على الاثنين عشان بس مش فاهم. ليه بقسم على اتنين؟ بص يا مينا، أنا بجيب الفايدة طبعا أول دفعة في الدفعات المتساوية دي هتحقق أكبر فايدة. أول دفعة، الدفعة الأولانية دي هتاخد أكبر فايدة لأنها قعدت الزمن كله. تاني دفعة هتاخد فايدة أقل من الأولانية. تالت دفعة هتاخد فايدة أقل من الاتنين التانيين لأنها قعدت زمن أقل لغاية الـ future value، لغاية الـ end of time. الرابعة كده، الخامسة كده، كل ما بمشي الـ interest بيزيد، بيقل لغاية آخر دفعة اللي هي الدفعة التاسعة. الدفعة دي هتاخد أقل فايدة ممكنة. فلما أنا باجي أكتب بحسب الفايدة بتاعت أكبر أو الفايدة بتاعت الأكبر دفعة والفايدة بتاعت آخر دفعة وأجمع الفايدتين دول على بعض وأقسم على اتنين، يبقى أنا جبت متوسط الفوايد بتاعت الدفعات كلها. بعدين أضرب في عدد الدفعات عشان ما نكتبش القانون ان PRT1 زائد PRTN مقسوم على 2 times N، بنخلي ال N دي تطلع برة ويبقى ده الشكل بتاعها. فهمتني يا مينا؟ معلش دكتور، ده يعتبر تاني قانون للفيوتشر فاليو، يعني ده قانون جديد غير الاولاني؟ هو partially زي الاولاني بس ترتيبته مختلفة شوية. ما يستخدمش الا لو انت عندك equal payments، ما اقدرش استخدمه بكيفي. ما استخدموش الا لو انت سمعت ان انت عندك equal payments، وانا اكدت على ال equal payments دي. ال equal payments يعني equal in size and bare period of time، لازم يبقى تحقق فيها شرطين، متساوية القيمة ومتساوية الفترة اللي بتندفع عليه. تعال بص على المسألة التانية. المسألة التانية رقم 10 بيقول a person deposited 500 at the beginning of each 2 months. بص. هيعمل ايه؟ هيحط ايه؟ بص كده بيقول at the beginning of each 2 months، في بداية كل شهرين. تاني a person deposited 500 at the beginning of each 2 months، يعني مش هيعملها مرة وبس، لا، ده في بداية كل شهرين. الراجل ده يروح البنك يحط 500 جنيه، بيقول find the total interest at 6% at the end of the year. هات لي الفايدة الكاملة في نهاية السنة. عشان اعمل دي لازم تخلي بالك كويس جدا، هو الراجل ده يعتبر دفع كام دفعة؟ هو بيروح في بداية كل شهرين، يعني في شهر رقم واحد بعدين يفوت شهرين يروح الشهر اللي بعديه، يفوت شهرين يروح الشهر اللي بعديه، وهكذا. في بداية كل شهرين بيروح يدفع ال 500 جنيه اللي حضرتك شايفهم دول. يا ترى الفيوتشر فاليو بتاعه يبقى بكام؟ يبقى أول حاجة لازم أعملها لازم أطلع النمبر أوف بيمنتس. هي السنة فيها كام شهر؟ 12 شهر. وهو بيحط بيمنت كل كام شهر؟ شهرين. يبقى لما اقسم 12 over 2 يبقى انا عندي 6 payments. تاني
سنة فيها 12 شهر، وهو بيحط payment كل شهرين، يبقى 12 شهر divided by 2 يدي لك 6 payments، 6 دفعات، كل واحدة فيهم بكام؟ ب 500. يبقى إذن أنا دلوقتي عرفت number of payments وعرفت القيمة بتاعت البيمنت. خلي بالك إن الانترست ريت ده، هل أنا قلت عليه per months؟ هل قلت عليه per 2 months؟ لا، أنا كتبت 6% وسكت. يعني ده معناها إن الانترست ريت annual، طالما ما عرفتوش يبقى بالانيوال. تعال نكتب القانون. لما انزل اكتب القانون، القانون هيقول ايه؟ هيقول n times b، يعني عدد الدفعات في 500، هو كده عمل 6 دفعات كل واحدة ب 500، يبقى 6 times 500، ده الاصل، زائد هحسب الفايدة بقى، هو عددهم 6 divided by 2. تعال نشوف اول payment. أول payment قعدت في البنك a full year، لذلك لو جيت تبص على الحساب هتلاقيني كاتب لك 500 times 6 over 100 اللي هي 0.06 في 12 by 12، لأن عايزك تحس إنه قعدت 12. على فكرة كان ممكن أكتب هنا واحد لأن هي سنة واحدة. بعدين plus آخر payment اللي هي ب 500 في 6 over 100 ما قعدتش إلا شهرين، شو بيدفع at the beginning of each two months، يبقى آخر دفعة هتدفع قبل نهاية السنة بشهرين، يبقى الكلام ده في 2 over 12. يبقى أنا جبت الانترست بتاع الفيرست بيمنت وجبت الانترست بتاع اللاست بيمنت، هجمعهم على بعض واروح ضربهم في عدد الدفعات على 2، يبقى أنا جبت الانترست بتاعي إجمالا زائد أصل المبلغ. الفايدة هنا بتطلع 105، يبقى أصل الفاينل ريزلت هتبقى 3105. طبعا في الامتحان هتلاقيني كاتب لك المسألة كده ومدي لك A و B و C و D، أربع اختيارات، بالتأكيد هتلاقي منهم none of the other choices. لما تطلع الرقم بتاعك يا إما واحد من A B C يا إما ما هوش منهم بيتحط دي. كلامي واضح يا شباب؟ أي مشاكل؟ تمام. أوكي فندم. أوكي تفضل. وإحنا ليه قسمها 12 على 12؟ ما هو أنا جاوبتك على ده، أنا خليت أنا أقدر أكتب دي بواحد وخلاص، أنت مش لازم تكتبي 12 على 12، أنا ممكن أكتب 1 لأن الدفعة الأولانية قعدت سنة، بس أنا عايز أفكرك إن أنا فكيت السنة إنهم كام شهر؟ 12 شهر. فأنا هقسم على 12 عشان أحوله لير، وعشان ألفت انتباهك إن في الآخر 500 في 6 over 100 في 2 over 12، لأن الدفعة الستة قعدت شهرين فقط. لو أنت مش عايزة تكتبي 12 over 12 ما تكتبيهاش، اكتبي مكانها واحد، لأن الدفعة الأولانية قعدت سنة كاملة. فهمتيني؟ فأنا أكتبها 12 over 12 أو أكتبها 1، they are the same. اوكي اللي بعده دكتور. هو انا برضه سؤال بسمه، بس هو ليه اصلا اخترنا 12؟ يعني مش هما 6، ولا هو عشان احنا قسمناهم على السنه كل شهرين؟ عشان ده تمام، هو قال لك ان هي سنه، فيبقى انا لازم احول السنه لمانثس، او يبقى عارف ان السنه بتاعتي فيها 12 مانثس، وهو قايل لي انه بيدفع at the beginning of each two months. يبقى أنا اللي هجيب الـ number of payments. هجيب الـ number of payments إزاي؟ هاسم عدد الأشهر بتوع السنة على الـ period اللي بتفصل كل payment عن التانية. معايا؟ يبقى 12 شهر لما أقسمهم على شهرين يطلع عدد الـ payments بتساوي كام payment؟ 6 payments. حضرتك فهمتيني؟ يا دكتور. يعني ما أقولك أنا في السنة، هي بالعربي هي، أنا في السنة أو خلال سنة كل شهرين بروح البنك أحط 500 جنيه، يبقى أنا روحت البنك كم مرة؟ 6 مرات. 6 مرات ببساطة، روحت قايلة 12 على الاثنين الشهرين اللي أنا يعني اللي هو البريود اللي أنا بروح البنك المشوار بتاعي، يبقى أنا روحت المشوار ده 6 مرات، يبقى أنا حطيت 6 دفعات. معايا جميل؟ أوكي؟ يا دكتور. أوكي. طبعا خلي بالك ان التايم بيريودز لازم تتحول لير، انا بحول الزمن للانترست ريت بيريود،
الانترست ريت هنا لما اقول 6% واسكت ده معناه 6% سنوي اوتوماتيك. ماشي الحل؟ اه تمام. اوكي ايه مينا قول. وانا بس هنا لسه مش فاهم ليه 3150. بص على القانونين اللي فوق، القانون بيقول ان تايمز بي زائد الفايده، مش القانون الاساسي اللي انت متعلمه بيقول اس بيساوي بي اللي هو التوتال بتاع البريزنت فاليو زائد الاي اللي هي الفوائد. هو ده اللي حصل دلوقتي. انا حسبت القيمه الاساسيه بتاع الايداع، الراجل ده هيحط 6 دفعات ب 500 جنيه، يبقى ده القيمه من غير فوائد اللي هم 6 في 500 ب 3000 زائد قيمه الفوائد على ال 500 جنيه اللي هم متبعترين على طول السنه دي. عشان كده انت شايفها 3000 زائد 105. انا مش لازم اكتبها كده، انا ممكن احسبها بالكالكوليتر على طول واطلعها 3105. اكشوال هو هنا كمان مش عايزك تحسب التوتال ده، هو عايزك تحسب الفايده، فايند ذا توتال انترست، يعني انت تطلع له القيمه ب 105 بس. بس لان انا بعمل المساله كامله بشرح عليها، فلذلك جبت الاس وجبت المين فاليو وطلعت الانترست وطلع لي ب 3105 كده. الفوائد تعتبر 105. فاهمني يا مينا؟ هو انا اساسا الاس بتساوي 6500، كل ده لما حسبتها الكالكوليتر طلع 3105. ماشي، ما ده المطلوب، ده ال 3105 دول ايه؟ تعرفهم ايه؟ الديفينيشن بتاعهم ايه؟ present ولا future ولا interest؟ لا ده هنا ال future، انا جبت ال future. طيب ازاي تعرف تطلع ال interest لما انت حسبته على الكالكوليتور طلع 305؟ هتعمل ايه؟ هتقول 305 ناقص 3، ما انتش محتاج. يعني ببساطه خالص لو انت عايز تطلع الفايده، الفايده سهله قوي، قول 3105 ناقص 3000، صح ولا ايه؟ تمام اوكي، خدت بالك انا قصدي ايه؟ اوكي دكتور. انزل معايا هتلاقي عندك مساله، انا واقف هنا عند ده اكزامبل 2.11 2.10، في عندك اكزامبل 211 سيبك منه، هو نفس التركيب بس في حته زياده انا مش عايز اتلخبطكم فسيبك منها دلوقتي او ما تفكرش فيه، يعني اعتبر ان هو كانه محذوف. تعال معايا في شوية الديفينيشنز اللي موجودة عندك الجزء ده، بس الميزة أو يعني الفكرة بتاعته إنه عايز يعرفك أكتر على بعض المصطلحات أو الترمينولوجيز اللي هتتكرر كتير خلال الفترة اللي جاية. يعني إيه price of credit؟ ده الار. يعني إيه تمن الإيجار أو تمن الاقتراض؟ ده اللي هو الانترست ريت. يعني ايه ديبوزيت؟ يعني وديعة. يعني ايه البروميسري نوتس؟ الكمبيالات، لو انا كتبت كمبيالة لحد which is a written promise to pay a certain amount of money، هو عبارة عن وعد بأنك تدفع مبلغ أو قيمة محددة خلال فترة زمنية محددة. الميكر ده الدائن، البير ده المدين، الفيس فاليو ده القيمة الإسمية، الديت أو الديو ديت ده تاريخ دفع الكمبيالة، الماتوريتي فاليو إذا ديت أوف ذا نوت بي ريكوايرد أو الوقت اللي هيتطلب فيه إنك تدفع الكمبيالة بالفايدة بتاعتها إذا كانت بيرنج انترست أو واتيفر. لما أنزل على جزء تاني مفيش قوانين جديدة، بس الجزء الجديد ده تركيب المسائل والتفكير بتاعه مهم جدا جدا جدا. دي حاجة اسمها equation of value. الإكويشن أوف فاليو دي بتناقش فكرة إن المبالغ النقدية أو إن الفلوس، خلي بالك، بتتأثر قيمتها بالزمن. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنا عندي قيمة مالية حالاً بألف جنيه، قيمتها بعد ست شهور لو أنا عندي انترست ريت مش هتبقى بألف، هتبقى ألف زائد الفايدة دي. لو أنا عندي 100,000 ليا 100,000 في نهاية السنة، الميت ألف دول لو في عندي interest rate قيمتهم الحالية تختلف عن قيمة الميت ألف جنيه، لأن يعتبر الميت ألف future والقيمة الحالية هي present value. ملخص الكلام إن حركة الفلوس with respect للtime بتأثر في الvalue بتاعت الفلوس، في القيمة بتاعت الcurrency اللي انت بتتكلم عليه. نقطة كمان غاية في الأهمية، لازم لما اعمل settlement
للون، لما اعمل تصفية نقدية لدين من الديون وفي interest rate راكب، لازم اقف عند certain او fixed period of time واجيب الفلوس دي قدام بعضها at the same time، وحاول اعمل subtraction او اشوف ايه الميسنج اقدر اكمله. لذلك لما تيجي تقرأ الخطوات اللي موجودة هنا، ودي مش بتتحفظ دي فهم، بيقول determine the various amount of money and assign to each one its fixed position on the cash flow. هنا ضروري جدا ارسم الكاش فلو. ايه الكاش فلو؟ الشكل اللي حضرتك شايفني دايما برسمه ده، وحط الفلوس كل قيمة مالية في مكانها بالضبط. رقم 2 determine the suitable due date. اقرأ المسألة وشوف هايز يعرف السيتلمنت هتبقى ايه، at the present at the future at certain amount of او at certain time. لازم تبقى عارف ده. The equation of value is an equation that in one side have the sum of the input money and on the other side you will have the value of the output money. يعني هي معادلة، الليفت هاند سايد مثلا هي كل المبالغ اللي انت هتدفعها، والرايت هاند سايد كل المبالغ اللي تدخل جيبك. لازم الاثنين يساوي بعض. By forming the equation of value right we can get the missing value. لو احنا عملناها مظبوط نقدر نجيب القيم اللي ناقصه. هنا مفيش قوانين جديده، بس في تمكن من نقل القيم الماليه تبعا للزمن اللي انت هتعمل فيه السيتلمنت. اقرا كل مساله كويس جدا at least two times، والنوع ده من المسائل لو جه عندك في الامتحان بيجي لك واحده بس، وانا بحط عليها درجه، يعني درجه واحده. خلي بالك ان انا خدمك كتير قوي في الفاينل اكزام، انا حاطط لك 40 سؤال، ال 40 سؤال دول في منهم اسئله دايركت خالص، وفي منهم اسئله فيها تفكير سنه زي ده، والمسائل اللي فيها تفكير سنه زي ده درجتها زي المسائل البسيطه، ده بدرجه وده بدرجه عشان ابقى انا مساعدك برضه. اقرا بقى، بيقول لك someone، لازم اقرا المساله at least two times. بيقول someone borrowed a certain amount of money from a credit union، يعني في واحد استلف مبلغ ما من credit union. He will repay 1000، هيدفع باكو. That include both the principal and the interest، اللي هو بيتضمن أصل المبلغ زائد الفوائد. يبقى هو استلف مبلغ ما، هو ما قالكش استلفه إمتى ولا ليك فيه، بس هو هيدفع 1000 جنيه. الألف دولار دول they are for both the principal and the interest. إمتى هيدفع دول؟ At the end of 9 months from now، يعني بعد 9 شهور من دلوقت. يعني أنا النهاردة الصبح صاحي أهو، بعد 9 شهور الرجل ده يدفع 1000 جنيه. بعد 9 شهور يدفع 1000 جنيه. Determine an equivalent payment، حدد لي دفعة equivalent، يعني دفعة تعادل، دفعة معادلة للألف جنيه. By the end of 4 months، دي case number A. المسألة دي فيها أكتر من حاجة مطلوبة منك. بيقول لك لو هيدفع الدفعة دي by the end of 4 months، هيدفعها عند الشهر الرابع، يعني بدل ما يدفعها في نهاية السنة هيدفعها عند الشهر الرابع. By the end of 1 year from now to settle this debit using an interest of 9% PA، يعني payable annually. هعيد المسألة تاني، شوف أول مرة أنا بجيبها كده، يعني تاني مرة أقرأ بقى وتأكد بقى. Someone borrowed a certain amount of money from a credit union. He will repay 1000 that include both principal interest. يعني الراجل بيقول لك اصحى، الالف دولار دي هي الاس، هي قيمة الفيوتشر فاليو. By the end of 9 months from now، يبقى ده الكشف. احنا واقفين هنا في نهاية 9 شهور هيدفع 1000 جنيه. Determine an equivalent payment، هات لي دفعة بديلة، يعني بدل ما هيدفع ويلتزم بالزمن، لا عايز دفعة تانية يستل بيها الديبت ده. By the end of 4 months from now، أول حاجة عايز أعرف يدفع كام بعد 4 شهور من دلوقت. شوف رسمت التايم فلو، حددت إن أنا بعد 9 months هيدفع 1000، الكيس نمبر A بعد 4 months يدفع كام،
بص كويس، لو انت خدت بالك من الخطوط اللي انا كاتبها هتلاقي ان الالف جنيه نزل لتحت قدامها الاكس طالعه لفوق، لان جزء منهم حركة هتدفعه والجزء التاني هيدخل جيبك. يعني في جزء انت هتدفعه مقابل للمبلغ اللي كان انت مديون بيه. لازم الاتنين يساووا بعض. نعيد تاني، انت عليك 1000 جنيه ولازم تسد القيمة دي، لازم القيمة اللي عليك والقيمة اللي انت هتسدها at certain amount of time، عند وقت محدد او وقت التصفية النقدية اللي هو المقصود بيه equation of value، يبقوا الاتنين زي بعض. يبقى إذن أنا رسمت بدقة شديدة، قلت إن أنا واقف هنا بعد 9 شهور في 1000 جنيه، أنا عايز أجيب دفعة مكافئة بعد 4 شهور من دلوقت. يبقى معنى إن دي 9 months وأنا 4 شهور من دلوقت، يبقى بعد الدفعة دي فاضل 5 أشهر لغاية لما توصل للألف. لغاية دلوقت في مشكلة قبل ما أكمل؟ ها؟ اوكي، اتخيل ان الامور واضحه. يبقى انا عايز افورم بقى الايكويشن اوف فاليو، لازم اعرف الالف دي تعادل كام عند 4 شهور. يبقى الالف جنيه دي انا هرجعها في الزمن كام شهر؟ 5 أشهر. عايز اعرف قبل 5 شهور من معاد الاستحقاق الالف دي كانت بكام. علشان اقدر ارجع الالف جنيه دي لورا لازم استخدم القانون بتاع البريزنت فاليو، لان وانا واقف هنا الالف دي لسه في المستقبل، وانا واقف عند 4 شهور استل الالف جنيه دي لسه في المستقبل. عشان اجيب الفلوس من المستقبل لوقت قبل معادها لازم استخدم القانون اللي بيقول بي بيساوي اس على 1 زائد ار في تي. يبقى انا بجيب قيمه بتكافئ القيمه بتاعتي. يبقى انا ببساطه هروح اجيب البي، البي هتساوي ايه؟ رجع لي الالف جنيه دي 15. يبقى هتبقى 1000 مقسومة على 1 زائد 9 over 100 تايم 5 over 12. ليه عملت 5 على 12؟ لان هما 5 months. طب اشمعنى قسمتها على 12؟ لان الانترست ريت بالسنة. يبقى اذا انا هرجع الالف جنيه 5 شهور. لما رجع الالف جنيه 5 شهور يبقى انا هدفع 963.86. ما تنساش ان ده باور نيجاتيف 1، يا اما تكتبه بالشكل ده وترفع باور نيجاتيف 1، يا اما تقول 1000 واقسم على 1 زائد 0.09 تايمز 5 اوفر 12 تقدر تطلع الفاليو دي. ها شباب فاهميني متابعيني؟ اوكي طيب واضحة صح؟ برضو تاني أنا بدل ما أدفع 1000 جنيه بعد 9 شهور، لا أنا هدفع 963 بعد 4 شهور. يبقى أنا دلوقتي جبت دفعة مكافئة للألف. طيب تعال نشوف كيس نمبر بي. بيقول لك by the end of one year، لا أنا مش هدفع بعد 9 شهور، هو معاد الاستحقاق بعد 9 شهور، لا أنا مش هقدر هكون مسافر، أنا عايز أدفع by the end of the year. يبقى أنا شفت دلوقتي حركة خطيرة جدا، إن بدل ما أنا هدفع قبل الميعاد، لا أنا هدفع بعد الميعاد. ده المقصود بالكاش فلو والإكويشن أوف فاليو، إني بحرك القيمة المالية عن ميعاد استحقاقها. عايز أعرف بقى لو أنا دفعت في نهاية السنة أدفع لك كام؟ بسيطة خالص، أنا واقف هنا المسافة دي 9 شهور وعايز أجيب دفعة في نهاية السنة أو في بعد سنة، يعني في نهاية 12 شهر. يبقى ببساطة شديدة أنا عايز أعرف هدفع كام by the end of the year. يبقى بدل 1000 جنيه، الألف جنيه دي هتروح لنهاية السنة، معنى أنك you will move the 1000 to the end of the year، يبقى you will pay interest، هتدفع أكتر من الألف. يبقى أنا علشان أروح لقدام الإكس دي دلوقتي أصبحت فيوتشر فاليو بالنسبة لل 1000، يبقى الإكس دي تساوي 1000 افتح براكت 1 بلس R تايمز T، يبقى 1000 افتح 1 بلس 0.09 في 3 over 12. إشمعنى 3؟ لأنهم 3 months the period between 9 and 12.
طب ليه قسمت على 12؟ لنفس السبب اللي انا استخدمته قبل كده، لان انا الانترست بير ييرز والتايم بالمانثز، اقدر اطلع الاكس، الاكس طلعت لي من هنا 1022.5. تعال بقى نبص على ملخص المسألة وانا كاتبه لك تحت. شوف كده، انا قدامي حاجتين، حلين، انا علي 1000 جنيه بعد 9 شهور، انا هسافر، فعايز اعرف ادفع كام بعد 4 شهور من دلوقتي، يعني مش هستنى 9 شهور. طبعا لازم القيمة بتاعت 1000 جنيه تتخفض شوية، لان انا هدفع لك قبل الموعد. لذلك البنوك لما تيجي تقول له انت واخد منه قرض وعايز تسده له، لازم هو هيشيل الفوائد اللي كان حاسبها على القرض في الاصل. بس طبعا لان البنوك عندنا ملهاش، يعني ايه، ملهاش كبير من الاخر، فيقول لك لا انا هاخد قيمه سداد مبكر غرامه، بس مش هدخلك في القصه دي، بس يعني ده اللي بيحصل في البنك. المفترض في اي بنك في الدنيا، اي مكان في الدنيا، انت رايح له هو حسب فوائد وخد فوائده بالفعل، اما تقول له انا عايز اسدك دلوقتي كاش، يروح حاسب على طول يقول لك والله المبلغ قد كده. زي المساله دي ما هي متركبه، انا عندي 1000 بدل ما ادفعهم بقى في نهايه السنه عايز اسدهم حالا، حاضر، بدل ما تدفع 1000 جنيه ادفع 963 جنيه، حاضر اتفضل، يبقى ده جبت ال1000 قبل ميعادها. طيب بعد التسع شهور او عند التسع شهور انا مش هبقى موجود، الكيس او الالترناتيف الثاني، لما ارجع هدفع لك، يبقى بدل عند التسع شهور في نهايه السنه، يبقى ال1000 لازم يزيد لانه هيقعد فتره اطول انت مديون بيه. يبقى إذا ده معناها 1000 في 1 زي 9 على 100 في 3 على 12، يبقى الإكس بتساوي 1022. يبقى إذا البيمنت اللي كانت موجودة لو اندفعت قبل معادها تندفع ب 963، لو اندفعت بعد معادها تندفع 1022. النقطة اللي أنا بشد عليها أكتر من خط، لما بدفع قبل المعاد بجيب S divided by 1 plus R times T، لما بودي في الفيوتشر بستخدم القانون S بيساوي P في 1 plus R في T، ده اللي يهمني قوي. لو المسألة دي أوكي، أولا قبل ما نقل في استفسار لحد؟ أوكي بيرفكت، تعال معايا اللي بعد. أنا لا معلش استنى اقرا بقى 2-12، خش معايا كده. المسألة دي أنا هحلها 3 مرات، A و B و C. تعال نشوف بقى، اقرا كويس قوي. بيقول ستيف will have to pay two payments. المسألة دي حلوة قوي. بيقول to settle a certain loan، الراجل ده كان سالب فلوس هيدفعها عن طريق دفعتين، one of them is 300، هيدفع واحدة ب 300 and due after 3 months، يعني بعد 3 شهور من دلوقت. انا معرفش هو كان سالف امتى، بس بعد 3 شهور من دلوقت he will have to pay 300، لازم يدفع 300 جنيه from now، من دلوقتي. and the second payment is of 500 and due after 8 months، يعني في الزمن الوقت وانا قاعد دلوقتي ببص في الورق بتاعي لقيت ان انا بعد 3 شهور هيدفع 300 جنيه، وبعد 8 شهور يدفع 500 جنيه. خلي بالك، بيقول using interest rate 8% per year، باستخدام فايدة 8% للسنة. خلي بالك ان الدفعات دي مسافتها بالمانثز، لكن الانترست ريت ده بالسنة. بيقول determine what single payment can be made to settle these debits، قل لي ايه الدفعة اللي ادفعها اخلص بيها الديون دي. if لو now، لو انا هسد الديون دي دلوقت، او لو انا هسدها بعد 6 شهور من دلوقت، او لو هسدها بعد سنة من دلوقت. اول خطوة اعملها اروح ارسم اللاين بتاعي، ادى الكاش فلو، بعد 3 شهور عليه 300، بعد 8 شهور عليه 500، دول الديبتس. البيمنتس بقى اللي هيدفعه ايه هو؟ اللي هيدفعه اول كيس يدفع كام دلوقت، يعني لو انا دلوقتي اهو بدل انا لسه علي دفعه كمان 3 شهور قدام وكمان 8 شهور، انا مش هلتزم بالمواعيد دي، انا عايز اعرف ادفع لك كام دلوقت عشان انا ماشي من البلد دي. يبقى اذا لازم
اجيب ال 300 دول at the time being واجيب ال 500 دول at the time being. لازم ارجع المبالغ دي دلوقت. بص بص شوف حتى اقول هرجع يعني هي دلوقتي في الفيوتشر وانا هجيبها present. يبقى انا دلوقتي البيمنت بتاعتي لازم تبقى كالاتي. البيمنت بتساوي الدبت. البي هتساوي اس 1 في 1 زائد ار في تي 1 تو ذا باور اوف نيجاتيف 1. القيمه دي هرجعها. يبقى اذا اروح بقى احسب اقول 300 في 1 زائد 8 اوفر 100 في 3 اوفر 12. ال 300 دي هرجعها. معنى اني برجعها يعني بجيبها كبريزنت فاليو. يعني انا معتبر 300 دي انها فيوتشر فاليو في باور نيجاتيف 1. ادي الدفعه الاولانيه. طيب الدين رقم 2 اللي هو 500. ال 500 دي هرجعها لاول السنه. يبقى انا هرجعها 8 شهور. يبقى اذا 500 افتح براكت 1 بلس 8 اوفر 100 تايمز 8 اوفر 12 وباور نيجاتيف 1. يبقى قبل الديو ديت بتاع 300 هدفع قيمه، وقبل ال 500 الديو ديت بتاعها هدفع القيمه اللي بتكافئها كده. يبقى انا خلي بالك انا حاسب لك كل واحده فيهم عشان الفت انتباهك. بدل ما ادفع 300 انا هدفع 294، وبدل ما ادفع 500 هدفع 474. يبقى اجماليهم 768. بدل ما كنت هدفع 800 يبقى بدل ما ادفع 800 لا هدفع 768.80 قرش. طبعا الكلام ده منطقي. لما بدفع قبل ميعاد الاستحقاق لازم القيمة المالية تنخفض. معايا يا شباب حضراتكم تابعيني؟ اه تمام يا دكتور. لغاية هنا هو في مشكلة؟ وصلها كويس، وصلها كويس جدا. ها شايف التلاتة تلات شهور اتقسمت على 12 لاني بحول لسنة. شايف الثمان شهور اتقسمت على 12 لاني بحولهم لسنه. ليه حولتهم لسنه؟ لان الانترست ريت ييرلي سنوي مديلك 8% بيبل انيولي. كلا الدفعتين انا رجعتهم هم فيوتشر فاليو وانا برجعهم للبريزنت برجع بيهم في الزمن. يبقى استخدم الفورم بتاعت القانون اللي هي البي بيساوي اس في 1 زائد ار في تي تو ذا باور اوف نيجاتيف 1. برضو لازم القيمة بتاعت الديون دي لما اجمعها على بعضها تكون أقل من القيم الإسمية للديون دي. دول مجموعهم 800 بمجرد النظر دول 768. أوكي يا شباب معايا؟ أيه دكتور. طيب أنا مش هقدر أدفعهم دلوقتي أو مش عايز أدفعهم دلوقتي. أنا عايز أعرف هدفعهم بعد 6 شهور يساوي كام؟ يعني لو أنا مش هدفع دلوقتي ومش هدفع عند 3 شهور، لا انا هدفع عند كام؟ عند 6 شهور. انزل عايز اجيب دفعه تكافئ القيم الماليه دي بس عند 6 شهور. احسبها ازاي؟ دي مهمه قوي بقى في الفهم. بص انا بعد 3 شهور عليا 300 وبعد 8 شهور عليا 500. لا انا هدفع عند 6 شهور ولا عند 8 شهور. ام سوري عند 3 شهور او 8 شهور. لا انا عايز دفعه تكافئ كلا الدفعتين عند الشهر السادس نظرا لاي مشكله او اي سبب من الاسباب. هعمل اللعبه دي ازاي؟ بص كويس قوي للفلوس. ال 300 دول انا مش هدفعهم بعد 3 شهور، لا انا عايز ما يكافئهم بعد 6 اشهر. يبقى ال 300 دول هيتحركوا من عند 3 شهور ل 6 شهور. يعني عايز اعرف يكافئوا كام او يساووا كام بعد 3 شهور من ميعاد استحقاقهم. وكذلك ال 500 عايز اعرف يساووا كام لو انا هدفعهم قبل شهرين من ميعادهم. اهو انا عارف ان الفتره دي 8 شهور، لما يعدي 6 شهور منهم يبقى لسه فاضل شهرين. يبقى ان ماثماتكس بالراحه خالص ال 300 هتتحرك لقدام تزيد، لكن ال 500 هترجع لورا تقل. يبقى انا مره هضرب ال 300 انها بي في 1 بلس ار في تي زائد ال 500 ترجع انها اس في 1 زائد ار في تي. انا كاتبها لك اهي. بص ال P1 في 1 بلس R في T1 لأنها تدفع بعد معادها فقيمتها تزيد، لكن التانية وأنا واقف عند 6 شهور هي بالنسبة لي مستقبل لسه هتستحق كمان شهرين، فبالتالي هي بالنسبة لي تعتبر بجيبها لأنها future value. لو جيت أعمل كده يا شباب
هتلاحظ إذا أنا عندي 300 في 1 زائد 0.08 في 3 over 12، التلتمية زادت، بدل ما كانت 300 بقت 306. الخمسمية هترجع في الزمن شهرين، فلما أجي استخدم القانون هيبقى 500 في 1 plus 0.08 في 2 over 12 to the power of negative 1. يبقى القيمة بتاعت الخمسمية قلت، أما جمعهم على بعض طلعوا 799.42. برضو still a little bit less than ال 800. هتقول لي ده مش فرق كبير، أقول لك ما هو أنا كان ممكن يبقى عندي ظروف، يعني لو أنا علي الشيكات دي أو الديون دي، أنا في الفترة اللي هيجي فيها معاد الاستحادة اضطريت أن أنا أسافر ونزلت أجازة بعد 6 شهور، فعايز أسد الدفعة اللي قبل كده، وقبل ما أرجع أسافر تاني عايز أحسب أدافع أحسب على الدفعة اللي لسه هتستحق. يبقى دي كيس نمبر بي. تعال بص على كيس نمبر سي. طبعا المسألة دي في الامتحان بيجي لك واحد من دول، دول أكنهم 3 مسائل، بس أنا بحاول أوضحهم قدامك علشان أوضح جدا إزاي المبالغ المالية بقدر أحركها أو أجيب الـ equivalent payments. المطلوب نمبر 3 بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك 1 year from now، يعني لا أنا هدفع الـ 300 ولا هدفع الـ 500 في موعده، أنا عايز أعرف أدفع كام في نهاية السنة، أدفع كام في نهاية السنة. طبعا في الوضع ده خلي بالك أنا واقف هنا، دي هتستحق بعد 3 شهور ودي تستحق بعد 8 شهور، لا أنا دافع عند 3 ولا دافع عند 8، أنا هدفع في نهاية السنة. يبقى ده معناها أن الخمسمية هتروح to the end of the year، يبقى هتبقى P في 1 plus R في T، وال300 هتروح by the end of the year. طيب أنا عندي دول 12 شهر، لما دي فات 3 شهور من بداية السنة يبقى لسه فاضل بينها كام ومعاد الاستحقاق 9، لأنهم 12 شهر ناقص 3 يبقى الفترة دي لغاية الزمن اللي أنا هيستحق فيه 9 شهور. طيب الخمسمية سيموي لايك، الخمسمية دول المفروض بعد 8 شهور، لا أنا هدفعهم بعد 12، يبقى هأخرهم 3 شهور. لو أنا جيت أحسب ده يا شباب هتلاقيني جاي عامل إزاي؟ P1 اللي هو 300، انا I will move it till the end of the year، يبقى ده معناها انها تتضرب في 9 over 12، وال 500 in a similar manner، بدل بتندفع عند 8 اشهر هتندفع عند 12 شهر، يبقى اذا هتتحرك 4 اشهر، يبقى برضو في 4 over 12. لما اعمل كده هيطلع لك انك هتدفع بدل 800 831 33، يعني بدل 300 يبقى 318 وبدل 500 يبقى 513، يبقى انت تسد 831 by the end of the year. المسألة دي حياتية جدا، المسألة دي حياتية قوي، بتوضح لك كيس الناس دايما بتحب تعرف الالترناتيفز. يعني مثلا لو انا دلوقتي هضطر ان انا اسافر وعلي مسؤوليات مادية او شيء، عايز اعرف اسد الديون دي دلوقتي ولا استنى منزل في الاجازة اسدهم ولا استنى في نهاية السنة اسدهم. شايف 3 alternatives، alternative A alternative B alternative C. شباب متابعيني؟ تمام؟ اوكي اوكي روعة. خلي بال حضرتك، تفضل. هو برضو في بالنسبة للكي برضو اللي فيه احنا هنا 6 طرحناه من بتاع عشان طلع لنا 2 قسمناها ل 12. ايه هنا لما احنا الاثنين في الاول الاثنين لما قسمناها ل 12 برضو نفس الكلام 6 months minus 3 months قلنا 2 على 12. فين الاثنين انت قصدك في الكيس نمبر بي؟ قصدك في كيس نمبر بي؟ بسيطة خالص، بص كده. ما هو الفترة دي 8 شهور، أنا هدفع عند 6 بعد 6 شهور، وال500 دي لسه قدامها 8 شهور، يبقى 8 ناقص 6 يدي لك 2. نعم تمام. بس ال 8 دي أنا شايفها في المسألة زي بيه أهي 500 and the due after 8 months. الرسمة الأساسية اللي فوق دي ما تغيرتش ولا ايه؟ مين اللي بيتغير؟
الخط بتاع الإكس ده مرة يبقى في البداية، مرة يبقى بعد 6 شهور، مرة يبقى في النهاية، لكن الأرقام بالأزمنة بتاعت الدفعات ثابتة من بداية السنة دي بعد 3 شهور ودي بعد 8 شهور. هي هنا 3 و8، هنا نفس الكلام 3 و8، فوق نفس الكلام 3 و8، ما بيتغيروش. اللي بيتغير المعاد اللي أنا هدفع فيه. فأنا لما أبقى في بداية السنة يبقى 500 دي يفصلني عنها 8 شهور، لما أبقى بعد 6 شهور من بداية السنة معاد الاستحقاق يفصلني عنه 2 شهر، لما أبقى في نهاية السنة أنا عديت معاد الاستحقاق ب4 أشهر، لذلك هتلاقيها 4 over 12. تمام؟ أوكي؟ تمام. أوكي. أوكي يا شباب، تعال معايا بقى just a second، خلينا نرجع ده بس زي ما كان. أنا عايز أكلمك فرفش كده، عايز أكلمك في موضوع جديد خالص، نوع جديد من أنواع الفوائد. النوع الجديد ده اسمه compound interest. اللي أنت شفته قبل كده simple interest، اللي أنا هتكلم عليه compound interest، يعني الربح مركب. اللي أنت شفته قبل كده كان ربح بسيط. طيب إيه الdifference between them في الconcept؟ إيه الdifference between them in concept؟ بصوا، الربح البسيط أكني عملت إيداع. يعني لما أقول لك أنا حطيت 1000 جنيه، ركز قوي قوي في اللي أنا أقوله دلوقتي. لو أنا حطيت 1000 جنيه في البنك والبنك بيديني 10% في السنة، لو الألف جنيه دي قعدت سنة بسمة، تطلع لي فايدة مقدارها كام؟ يعني هقول 1000 × 12. ليه ليه ده أنا بقول في السنة، ليه في 12؟ ده أنا بقول لك الألف بتعمل ليه، وأنا بقول لك 10% في السنة، ليه اللي بيها 12؟ ده هو معلش. أنت كل سنة تاخدي فايدة 10%، يبقى ده معناها إن الألف جنيه في السنة هتديني كام؟ 100 جنيه. اما اضرب 1000 تايمز 10 اوفر 100 تايمز 1 يدي لك 100 جنيه، يبقى ال 1000 جنيه في السنه هتطلع لك 100 جنيه واضحه؟ تمام يا دكتور. طيب لو انا سبتها سنتين، ال 1000 جنيه تدي لك فايده مقدارها كام؟ 200 جنيه. طب لو 3 سنين 300 جنيه. طب لو 4 سنين 400، 5 مية، وهكذا. ده معنى الكلام ان لو انا فاتح حساب في البنك وحطيت 1000 جنيه، بعد مرور سنة هيطلعوا فايدة 100 جنيه، بعد المرور السنة التانية هيطلع عليهم كمان 100 جنيه، بعد مرور السنة التالتة هيطلع كمان 100 جنيه، وهكذا. الكونسبت اللي احنا اتكلمنا بيه ده، ده الكونسبت بتاع السيمبل انترست. طب الكونسبت بتاع الكومباوند انترست هيعمل ايه؟ ركزي جدا. بعد اول سنة انت حط 1000 في البنك، هيروح مديلك 1100 جنيه. لما اجي ابدأ السنة التانية، البنك هيحسب الفوائد مش على 1000، هيحسبها على 1100 جنيه. طيب يبقى ده معناه ان في نهاية السنة التانية مش هيبقى معاكي 1200 جنيه، لا هيبقى معاكي 1210. العشرة دي جت منين؟ نتيجة الفايدة بتاعت 100 جنيه اللي كانت موجودة في الأول. لما اجي في السنة التالتة، البنك مش هيحط في حسابك 1200 جنيه أو 1210، هيعتبر ان انت حطيتي في البنك 1210 جنيه. تقعد كمان نفس الكلام لمدة سنة فيتخذ عليها 10%، فهتلاقي ان اصل المبلغ زائد الفايدة بيتكون عليها فوائد. ده معنى compound interest. نعيد تاني، هنا بيشرح لك نفس الاسلوب، بيقول لك this addition of interest، يعني simple interest انت مش بتاخد فايدة على الفوائد. يعني عشان برضو تأكد ان الكل فهمها، لو انا شغال simple interest ودخلت البنك وحطيت ديبوزيت بألف جنيه والانترست ريت 10% سنوي، يبقى البنك هيعمل الآتي، هيروح فاتح لي
حساب وجنبه حصالة، حساب وجنبه حصالة، يعادل 1000 جنيه دي أول سنة تجيب 100 جنيه يروح واخد 100 جنيه حاططها لي في الحصالة، الألف جنيه دي تقعد تاني سنة يروح واخد 100 جنيه حاططها لي تاني في الحصالة، الألف جنيه دي واحد 3 سنين يروح واخد كمان 100 وراح حاططها في الحصالة. لو جيت عند نهاية الثلاث سنين هيقول لي يا عم تفضل أدي الألف جنيه بتوعك وأدي التلتمية جنيه اللي تعملوا فوائد 100 كل سنة. معايا يا شباب فاهمين اللي أنا قلته حالا؟ كده يعتبر البنك ادالك الأصل زائد الفوائد من غير ما الفوائد اللي دنتها عنده جوه الحصالة يتعمل عليها فوائد، ده اسمه simple interest. أمال الكومباوند انترست بقى ازاي؟ ركز جدا، الألف جنيه تقعد سنة هتجيب 100 جنيه، لو انت ما سحبتهاش الألف جنيه بتاعتك زائد 100 جنيه بقوا 1100 يخشوا في السنة اللي بعدها فيطلعوا فايدة أكتر. الألف ومية جنيه دول لو انت ما سحبتهمش يتحط عليهم الفوائد بتاعت السنة الأولانية يبقى 1210 ويخشوا السنة اللي بعديها يتعمل عليهم كلهم فوائد، ده معنى كلمة compound interest. طبعا لو انت جيت تقرأ هنا هيقولك الكلام ده مظبوط، هيقولك this addition of interest to the principal is called compounding، عملية إضافة الفايدة على أصل المبلغ بتاعك ده بيطلق عليه compounding. بيقولك a bank account for example may have its interest compounded every year. In this case, for example, an account of 1,000 initial principal and 20,000 interest per year would have a balance of 1,200 at the end of the first year. يعني لو انت حطت 1000 والبنك بيديك 20% في نهاية السنة الأولانية هيبقوا 1,200. كمل 1,440 at the end of the second year. السكند يير مش هيبقوا مش هيعملك 200 جنيه، لا هيبقى 1440. اشمعنى؟ لان ال1000 جنيه خدت فوائد وال200 اللي بتاعت الفوائد اللي انت حطيتها على الاصل اللي دخل السنه الجايه السنه الثانيه بياخد نفس الفوائد وهكذا. ده فكره الكومباوند انترست. انزل معايا. طيب يا ترى ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا في القوانين، لكن نفس المسائل بالظبط هي هي، كل المسائل بتاعت السامبل انترست تنفع تتحل بالكومباوند. في two main terminologies in the compound interest انت ما شفتهمش قبل كده او ما تعملتش معه. في النومينال انيوال ريت، يعني الانترست ريت السنوي، وده بيطلق عليه نومينال بيبقى رمزه جي وتحتيه رمز ام. أقول مثلا وده اتعمل ليه؟ علشان أنا مش كل واحد من الشعب مثلا أو من العملاء بتوعي هيبقى عارف أو خبير اقتصادي، هقول له والله أنا بحط 1% كل شهر اللي هو ما يعادل أو يعني زي 12% في السنة وده بيساوي 3%. مش هيفهم كده، الناس مش هتفهم كده. أمال تتعامل إزاي؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو أنا بدي interest rate 1% كل شهر، الواحد في المية كل شهر أقدر أقول عليهم جي واكتب هنا 12 وأقول إنه بيساوي 12%. يبقى ده معناه إن أنا هدي لك مجمل 12% على السنة، بس هما أكشوال واحد هيتطبقوا 1% كل شهر، ده بيطلق عليه نومينال أماونت. لكن البريوديكال ريت أوف انترست اللي أنا بستخدمه هو عبارة عن الانترست بير البريود دايركت، يعني الانترست اللي هو 1% كل شهر اللي هو عبارة عن ممكن يبقى الاي اللي انا هستخدمه في القوانين. طيب ايه العلاقة اللي بتربط الاي بالجي سب ام؟ الاي بيساوي جي لما تقسمه على الام. يعني لو قلتلك 12% والرقم ده ب 12 هم اكشوال بيعادلوا اي بيساوي 12 على 12 1%. لو قلتلك جي 4 يعني بيساوي 12، يعني ده معناها ان الاي بيساوي 12 على 4 يعني بيساوي 3% كل كوارتل وهكذا. الانترست ريت النومينال ده اخترع علشان ما يبقاش بنك هيعلن للناس انه بيدفع 1% وبنك بيعلن للناس انه بيدفع 12%، هم اكشوال الاثنين قريبين جدا من بعض، لكن الناس بالهبل هتروح على ابو 12 مش هتروح باللي هو بيكتب لك واقعي انها 1%. لكن ال 12 ده بيعملوا 12% اجمالا على السنه، لكن ابو واحد ده بيعمل 1% كل شهر. فعلشان البنوك تخرج من ده كتبت النومينال ريت، انا هدي لك الانترست ريت سنوي
واشوف انا هعمل conversion period بتاعتي ازاي. القوانين اللي انا بستخدمها طبعا نفس الكاش فلو لو انت واخد بالك، هنا البريزنت هنا الفيوتشر، التايم بيريود دي التايم بتاع الانفستمنت بتاعك، الاي ده الكومباوند انترست كان في السيمبل رمزه ار، الان اسمها نمبر اوف كونفرجن بيريودز، نمبر اوف كونفرجن بيريودز، ودي ريلي از فيري امبورتنت. يعني ايه نمبر اوف كونفرجن بيريودز؟ يعني عدد المرات اللي هيتعمل عليها ارباح، عدد المرات اللي هعمل عليها الأرباح، هحسب عليها الأرباح. ده معنى كلمة الـ N اللي هي Number of Convergent Periods. القانون بيقول إيه؟ بيقول الـ Present Value بتساوي S افتح bracket 1 plus I to the power of negative N. القانون ده لو أنا بستخدم الـ Interest Rate، أخوه موجود جنبه بس أنا ما انصحكش أنك تستخدمه، أنا هحول الـ N وحول الـ I واستخدم القانون الأولاني. يبقى لو انت فاهم دلوقتي القانون رقم واحد بتاع السيمبل انترست كان بيقول ان البي بيساوي اس في واحد زائد ار تايمز تي باور نيجاتيف 1، لكن القانون اللي موجود قدامك دلوقتي بيقول ان البي بيساوي اس في واحد بلس اي تو ذا باور اوف نيجاتيف ان، حيث الان هي النمبر اوف كونفرجن بيريودز. انزل تعال نبص على المسألة اللي موجودة قدامك دي. هنا في المسائل بتاعت الكومباوند لازم تركز جدا بين الانترست ريت اللي انا مديهولك والنمبر اوف كونفرجن بيريودز، لازم يبقوا زي بعض. طبعا الفوائد بتاعت الكومباوند انترست اكبر بكتير جدا من الفوائد بتاعت السيمبل انترست. من الاخر ركز جدا ان الكومباوند انترست الفوائد بيتاخد عليها فوائد، الفايدة بتاخد فايدة، لكن السيمبل انترست الفوائد مش بتاخد فوائد. تعال نشوف كده. بيقول find the amount of investment of 15,000، يبقى انا عايز اعرف قيمة الانفستمنت بكام على 15,000. invested in a bank، بيتم استخدامهم في بنك. That pays 12% per annual، يعني البنك بتاعك بيدي لك I بيساوي 12% per annual. طالما per annual يبقى I بيساوي 12%، والJ عدد الconversion periods في السنة كم مرة؟ مرة واحدة، بالاتنين بيساوي بعض، مش هتفرق معاي، ما تبصش بقى على الJ ده خالص، يبقى الI بيساوي 12%. Consider investment period 5 years، يعني لو الراجل ده ساب فلوسه في البنك 5 سنين، وconsider لو هو سابها في البنك 25 years. تعال نشوف لو هي 5 سنين، يبقى S بيساوي P في 1 plus I to the power of N، يبقى على طول ال S بيساوي 15,000 في 1 زائد ال I اللي هو 12 على 100 to the power of 5، يطلع الفاليو بتاعتك اللي هي 26,435.13، يبقى أنا جبت الفيوتشر فاليو. طيب لو أنا سبت الكومباوند، انت سبت الفاليو دي في البنك لمدة 25 سنة، يا ترى إيه اللي يحصل؟ لو أنا سبت الفاليو بتاعت ال 15,000 till the end of the period اللي هي 25 years، يبقى P في 1 plus I بس ال N هيبقى 25، طبعا ال interest rate 12 على 100 اللي هي 0.12 يطلعوا ربع مليون جنيه 0.97. شوف ال interest rate فوق، شوف ال interest فوق بيساوي كام؟ S minus B. على فكرة في الكومباوند interest ال interest بيتحسب عن طريق difference between the future value and the present value. يبقى أنا لو حطيت 15 لمدة 5 سنين هاخدهم 26,000، كده يبقى أنا عملت كام فايدة؟ 11,435. لكن لو أنا سبت 15,000 لمدة 25 سنة هاخدهم ربع مليون جنيه، يعني لو أنت طرحت 255 ناقص 15,000 يدولك 240,000 جنيه فوائد. شوف قد إيه الفايدة كبيرة جدا في الكومباوند انترست. شباب حضراتكم تابعيني؟ أيوة يا دكتور. تاني في الكومباوند انترست الفايدة بتاخد فايدة، لكن في السيمبل انترست الفوائد على أصل المبلغ فقط. تمام يا شباب؟ أوكي؟ ها كله تمام؟ تمام. انزل معايا كمان مسألة وكفاية عليك كده عشان ما كترش عليك قوي النهاردة. محاضرة النهاردة انت خدت فيه أفكار كتير.
هنا بيقول مستر A، المسألة دي مهمة جدا على فكرة جدا، هقولها وهعيدها تاني المرة الجاية. بيقول مستر A opens a saving account with 25,000، في واحد اسمه whatever راح البنك دفع حط 25,000، بيقول that earns a nominal interest of 12%. خلي بالك انا مديك النومينال يعني مديك الجي، الجي بيساوي 12% compounded بيتحسب yearly. اعملها لي لو هو هيتعمل compounding yearly، لو هو compounded semi annually يعني 12% nominal بس الconversion periods كل 6 شهور، لو هي 12% بس quarterly، لو هي 12% بس هتتحسب 12 مرة في السنة. خليني أعيد الجملة دي لأني بشد تحت دي 500 خط. ال 12% دي معناها جي، لما أقول 12% compounded yearly يعني كل سنة أنت هتاخد 12% تحسبه لك مرة، لكن لما أقول 12% compounded semi annually يعني ال 12% المجمل السنوي ده حضرتك هتاخده ازاي؟ هتاخده 6% كل 6 شهور، بقسم ال 12 على 2. ليه؟ لأن السنة فيها 2 semi annual، فيبقى كل 6 شهور تاخد 6%، لو جمعتهم على السنة يبقى 12%. طب لما أقول إن هي compounded quarterly يعني ال 12% دول هيتحسبوا 4 مرات على مدار السنة، يبقى ده معناها ان ال 12% تقسمها على 4 يعني 3% كل كوارتل، كل ربع سنة تاخد 3%، تيجي في اخر السنة تلاقيك واخد كام؟ 12% زي ما انت شايف. طيب لو منصري يبقى ال 12% على مدار هتتحسب 1% على مدار السنة. تعال نشوفها بقى بالظبط في الشغل. بيقول how much money will be in this account at the end of 4 years، يا ترى في نهاية 4 سنين يبقى معاه كام؟ تعال نشوف الكيس نمبر A، أرجوك ركز قوي. nominal يبقى J، هو هيتعمل yearly، السنة فيها سنة يعني السنة تتحسب مرة واحدة، يبقى ده معناه ان الـ J1 بيساوي 12% يعني الـ I بيساوي الـ J يعني الـ I بيساوي 12% يعني إذن الـ N بيساوي 4 years، ما هو أنا بعمل كل سنة يبقى الأربع سنين فيهم 4 مرات، الـ N ده الـ number of conversion periods عدد مرات أخذ الأرباح. الـ P اللي هي الـ future value هتساوي إيه؟ أروح بقى أكتب S بيساوي P افتح bracket 1 plus I to the power of N، يبقى الـ P اللي هي بـ 25,000 افتح البراكت 1 plus 12 over 100 to the power of 4، يطلع القيمة بتاعتك زي ما انت شايف 39,337.98، يعني الفايدة اللي انت طلعتها او الفايدة اللي الراجل ده طلعها 8,337، ده في الكيس نمبر A. طيب ايه الفرق بينها وبين B لو هم هيتعملوا semi annually يعني كل 6 شهور؟ سيمي انيولي هو السنة فيها كام سيمي انيول؟ السنة فيها كام نص سنة؟ السنة فيها 2، يبقى انا على طول هروح كاتب جي 2 بيساوي 12%، معنى ان جي 2 بيساوي 12 يبقى 12 على 2، يبقى ده معناها ان الاي بيساوي 6%، اوعى تنسى كل 6 شهور، يبقى انا هيتحسب في السنة الفوائد ليا على مرتين، مرة بعد 6 شهور ومرة بعد 6 شهور، إجماليهم 12% لكن اتحسبوا على مرتين، يبقى إذن الانترست ريت بيساوي 6% بير 6 months. لازم أشوف النمبر أوف كونفرجن بيريودز اللي هو عدد مرات أخذ الأرباح، أنا عندي 4 سنين الفوائد بتتاخد كل شهر كل مرتين في السنة، يبقى ده معناها إن خلال ال4 سنين أنا هتتحسب الفوائد 8 مرات، وأنا كل سنة السنة فيها نصين، كل نص سنة بيتحسب لي الفوائد مرة، زي غالبية البنوك هنا في مصر بيضيف لك، لا يا ريت ده غالبية البنوك هنا في مصر بتشتغل سنوي، لذلك بيعمل التصفية شهر 7 يحط لك الفوائد على حسابك في شهر 7، لكن دول لا، دي الوضع يعني زي الوضع الأولاني، لكن دي اللي هي كيس نمبر A، لكن ده كيس نمبر B بيحسب عند كل 6 شهور، يبقى أنت فوائدك هتتحط على فلوسك 2 مرات في السنة. طيب ده معناه إن 4 سنين فيهم 8 تنصاص،
تعال بقى نطبق القانون. القانون هيقول 25,000 في 1 زائد 6 over 100 to the power of 8 يطلع لك 39,846. أرجوك بص على الكيس نمبر A والكيس نمبر B كويس. هتلاحظ إن الـ B زي ما هي، الانترست ريت فوق بـ 12 over 100، تحت اتقسم على 2 بقى 6 على 100. عدد الكونفيرجن بيريود هنا بأربعة، لكن عدد الكونفيرجن بيريودز هنا بكام؟ 8. يبقى إذن أنا عرفت. لاحظ لاحظ كمان ملحوظة، إن القيمة المستقبلية زادت. كل ما تصغر الconversion periods، كل ما عدد مرات أخذ الأرباح تزيد، كل ما القيمة المستقبلية تزيد. هنا 39,337، هنا 39,846، يعني في فرق بين الاثنين حوالي $500. طيب إيه رأيك لو أنا هاخدها كوارتل؟ لو أنا هعمل اللي أنا هعمله ده بس بير كوارتل، كل ربع سنة نفس الأسلوب، بس بدل ما انا عندي G2 هيبقى G4، لان الكوارتل معناه ان الانترست ريت هيتحسب اربع مرات في السنة، يبقى G4 بيساوي 12%. يعني اكشوال انت هتاخد 3% كل 3 شهور، ما هو الكوارتل 3 شهور، ما هو السنة 4 كوارتل، كل كوارتل ب3 شهور. يبقى number of payments او I'm sorry number of conversion periods هيساوي 4 سنين، كل سنة هيتحسب فيها الأرباح أربع مرات، يبقى 4 × 4 = 16. تعال استخدم القانون، 25,000 في 1 زائد 3 على 100، لأن الانترست بتلاتة over 100، بس المرة دي power 16 هيتحسب 16 مرة. تعال بص كده إيه اللي حصل، بدل ما كانت 39,337 لو بيتحسب مرة واحدة في السنة، بقت 39,800 لو بتحسب مرتين في السنة، بقت 40,117 لو انت بتحسبه اربع مرات في السنة. طيب لو ال 12% انت هتاخدهم على مدار السنة دفع كل شهر، اقسم بقى 12% over 12 هيدي لك 1% per month. النمبر of conversion periods بيساوي 4، أم سوري السنة أربع، هم أربع سنين، والنمبر of conversion period لكل سنة 12، لأنك هتاخد 12 مرة، يبقى أكنك هتاخد 48 مرة بيتحسب لك فيهم الفوائد. يبقى 25,000 في 1 زائد 1 على 100 to the power of 48 بقت 40,305، يعني فرقها عن اللي قبليها بالكوارتل حوالي $200. بص بقى الفرق بين لو أنت بتتحسب لك 12% على الشهر، ولو انت بتتحسب لك 12% في السنة دفعة واحدة. شوف الفرق بين الاثنين، دي كانت 39,300، الاخرانية ب 40,300، يعني في $1,000 فرق. ايه اللي نستنتجه من هنا؟ ان كل ما الconversion period go smaller the interest earned will be higher، كل ما عدد مرات اخذ الارباح تقل، كل ما القيمة المستقبلية بتاعتك تزيد. معايا شباب حضراتكم تابعيني؟ ايوه تمام. انا هقف معاك عند المثال ده، مش هديك حاجه كفايه، بس لازم قوي المثال ده تحله بايدك، المثال ده حله بايدك، المثال ده حله بايدك، المثال ده حله بايدك ثلاث مرات. اقول لك تاني، المثال ده حله بايدك، المثال ده مهم جدا. اقول لك معلومه يا بسمه، بس اوعي تقولي لحد. لو سالتك في الكومباوند هجيب لك مسألة من المسائل زي بتاعت 25 دي، اللي هي زي الاكزامبل اللي هو 5.2 ده، يعني لازم تحلي كويس، لازم تبقي فاهمة كويس جدا ان كل ما النمبر of conversion periods بتقل، كل ما الانترست بيزيد. ليه؟ لان بالفكر بتاع الكومباوند انترست، كل ما بتحط المبلغ مبلغ قيمة ويتحسب عليها فايدة، الفايدة بتتحط على الأصل بتاع المبلغ وتخش الفترة اللي بعديها يتحسب عليها فايدة تاني. فكل ما عدد فترات الأرباح بتقل، كل ما الفوايد اللي بتتحط على أصل المبلغ بتزيد وتتحسب عليها فوايد تانية، فبالتالي المجمل بيبقى كبير. معايا بسمة؟ معايا تسنيم؟ معايا يمينة؟ معايا روان؟ معايا كريم؟ أوكي جود، كفاية عليك كده النهاردة، وأنا هكمل المرة اللي جاية إن شاء الله. Let's stop recording.